أول يوم بالعام الدراسي الجديد، الأطفال جايين كلهم فرح ونشاط وحيوية، مستعدين متأهبين للعام الدراسي الجديد، حاملين معهم أمل وفرحة وبسمة الوطن، وإن شاء الله بعون الله رح يكون جيل واعد، جيل يبني الوطن بالعلم والمعرفة. وكل عام وسوريا بألف خير. عمر عبد الهادي، مجد فينوني، مجد اليوم نحن جايين أول يوم على المدرسة، كتير متحمسين لنبدأ العام الدراسي الجديد. مبسوطة إني حرجع على مدرستي وهيك أتعلم وأكبر، وإن شاء الله الله يحمي سوريا كلها. ونحن في عنا خطتين هاي السنة، عنا الصف الأول والرابع منهاج جديد، خطة جديدة، والصف الثاني والثالث وبقية الصفوف المنهاج القديم. Yeah.